كل واحد فيكم أول ما يشوف هالمنظر قدامه أكيد يجيه شعور حلو ويبتسم. تعرفون أنه النظر لوحده للأشياء القديمة سواء صور أو أي شيء امتلكناه لفترة وكوننا معه ذكريات بيسعدنا ولو الوقت قصير؟ فكيف هو شعور اللي يمتلك هذه الأشياء كلها ويتعامل معها بشكل يومي؟ طبعاً معنا المهتمين بالتراث لكن بشكل مختلف شلقم، يا مرحبا ومسهلا، هلا والله. وابو ردح، يا هلا وسهلا، حياكم الله، منورينا. نوركم نوركم. طبعا انتم مشهورين في السوشيال ميديا، تسلمين تسلمين، باللي قاعدين تسوونه وقاعدين تساعدون على السياحه. نعم نعم نعم. فبس علمونا مين اشهر واحد فيكم من ناحيه جمع التحف والاجهزه؟ هذا بردح، بردح ما شاء الله عليه، هو اللي في الأجهزة، هو اللي ما شاء الله عليه، هو رقم واحد بردح. وش الأجهزة؟ وش الأجهزة؟ هذا الآن عندس ثلاثة بواحد، هذا بكم اسطوانة، كاسيت رادو، هذا ياباني، هذا من النوادر، وهذا فيليبس هولندي. طيب فيليبس هولندي، إيه؟ كلن يشتغلن. ومن متى هذه؟ من أي سنة؟ هذه يمكن هذا بالستينات طبعا، هذا يمكن بالأربعينات، يعني هذا الستينات، هذا الثمانينات أو السبعينات. وكيف جمعتهم؟ والله هذه يعني تجي أحياناً بالحراج نأخذها، وفي وهاوي أنا صراحة أجمع الأشياء هذه. بس وش تجمع أنت؟ الدي جي يعني، الدي جي حق أنا أجمع من جميع التراث، بس كلها أغاني وستها، يعني كاسيت، كاتريج، اسطوانات، أجهزة، روادو قديمة، كواتر، جلي الشيء. اشرح لهم، هذه تسمى أسطوانة، هذه أسطوانة. في ناس لسه يستخدمونها. في ناس يستخدمونها. مطلوبة مطلوبة. نعم. مطلوبة وغالية، خاصة إن الأسطوانات الشعبية، اللي مثل الفنانين السعوديين بشير رحمة الله عليه، ابن سعيد، سلام عبد الله، دول غاليات والله، عيسى وطاهر. ما شاء الله. وشلقم، وأنت وش اللي محتفظ فيه والأشياء؟ والله أنا أحتفظ بالتراث، أنا وأنا دلال في سوق الزل، وأحتفظ بالتراث. هذا عندنا هنا، هذا مذخر، مذخر نجدي، هذا من الجلد، اسمه مذخر. مذخر هذا يحط فيه البارود داخل. من أي سنة ذا؟ هذا له يمكن 80 سنة، 90 سنة ذا. ما شاء الله. نعم. من وين جبته؟ من الجلد. والله السوق يجينا كل شيء. سر ها، سر المهنة. نعم. لا مو بسر المهنة. السوق يجينا كل شيء والله ما شاء الله. طيب قلنا كيف يشتغل ذا؟ هذا يعبون داخله البارود، ويأخذون من البارود يحطونه في البندق، يعبونه بعدين يثور على طول. ما كان في رصاص قبل، يعني رصاص جاء قريب. طيب وش فيه كمان؟ ورنا الأشياء. هذه اللي في إيدي، وهذه الله يسلمك، هذه من ألعاب الطيبين، هذه يسمى بلف، يحط هنا الكبريت العادي، يحط هنا وبعدين يتسكر بالمسمار هذا، كذا يتسكر بالمسمار هذا، يسمى بلف، ويضرب في الأرض، يضرب في الأرض كذا. من اللي يعرفه هذا الجهاز؟ من اللي يعرفه هذا؟ يمكن له 50 سنة، 60 سنة، يعني يمكن خوينا واحد من أخويانا لحق عليه، يعني له 60 سنة، 70 سنة. هذا بلف، هذا شوف بلف سيارة، ترى بلف سيارة، حق بس سيارة. وش الكبريت؟ طب ما فهمت، والكبريت وش تسوون فيه؟ الكبريت نحطه هنا عشان إيش؟ طب فهمني، لأن أنا ماني فاهم شيء. هنا داخل الكبريت. طيب فرغ اللي فراس. وش يسوي ذا؟ يطلع صوت إذا حطينا كذا، سوينا كذا لعبة، بس لعبة. هذه من ألعاب الطيبين الأولي، ما كان فيه طبعا شلوخ صواريخ، ما كانت تتوفر، ما كانت يستخدمونها في رمضان. من 50 سنة هذه؟ أيوة 50 سنة، هو أزود يمكن، أو أزود. طيب عندنا أيه. طيب هذا الجهاز لك؟ هذا الجهاز، وهذا الجهاز، الأجهزة هذه تخصص بردح. هذا كاترج الأصفر اللي تقل كورة، هذا كاترج. وشو مسجل يعني قصدك؟ هذا في الشريط الكاترج. ما اعرفه. من الكاترج هذا كان يجي في السيارات الاول، كان يجي فيها الكاترج. ايوه هذا السيارات الصوالين القديمه. من سنه كم ذي كمان؟ يعني الثمانينات، يعني الثمانينات، يعني يجي بالبيوك ال 81 والجمسه 79. ياخذونه في السياره معهم؟ لا تجي بالسياره بس، هذا يعني منزلي هذا. منزلي. طيب والثاني وش؟ هذا كاسيت، يعني كاسيت. مثل هذا كاسيت عادي. هذا اتذكر يوم اني صغيره. صح، ثمانينات صح؟ يعني مثل هذا. اي كاسيت. طب وهذا الدي جي حقك انت؟ إيه هذا، إيه هذا في شغال، هذا كله يشتغل، هذا يشتغل. مين الفنان؟ هذا عيسى الأحسائي، الكاسيت. عيسى الأحسائي. طب شغلنا خلنا نسمع كيف يشتغل. طيب اوكي.
وإذا بغينا نشغل الراديو وراديو مسجل. نعم هذا ثلاثة بواحد. هذا البكم. هذا سلام العبد الله رحمة الله عليه. يا سلام. طيب أشوف هذا وشو؟ هذا كمان بعد؟ هذا بكم يعني بالحال بكم؟ يعني هذا شغل الأسطوانة. أسطوانة بس فقط. طيب. وهذه قولوا لنا هذا بشير حمد شنان رحمة الله عليه. ما شاء الله كيف تحافظ عليها؟ وبردح مهتم فيها يوم الخرايط. وبردح مهتم في الأجهزة أكثر من نفسه ما شاء الله. أيوة إلى الآن يعني. نعم لأن الأسطوانات هذه لو يجيها حرارة الشمس خمس دقائق خلاص تروح تنتهي. وقلنا كيف السواح، علمونا عن السواح كيف يتفاعلون معه. السواح ما شاء الله يجونا والله يتفاعلون ويطلبون، مثلا إذا كان أوروبي ما يبغى، يبغى يقول أبغى أسمع عربي، أبغى أسمع السعودي، يبغى يسمع التراث السعودي. نعم والإقبال ما شاء الله. السواح صراحة عندنا، السواح ما شاء الله عندنا في سوق الزل كل يوم يجون، كل يوم يجي أربعة خمسة مجموعات. وش يشترون أكثر شيء؟ وش أكثر شيء يطلبونه؟ أغلب ما يطلبون يعني الدلال العربية، الدلال هذا هذا أيوة زي هذا يطلبون الدلال. صراحة يحبون الدلال. والكبار لا، لا يحبون الصغار يعني يشيلها معه. طيب. صراحة يحبون الدلال وما شاء الله عندنا إقبال كبير ما شاء الله. أيوة. السياح ما شاء الله والله. عندكم مواقف تقدرون تحكونها لنا يعني؟ وش عندي موقف واحد أنا صار لي مع سائح أرجنتيني. طيب. إيه تعرفين الميزة بهذا، الميزة بهذا قديم زي سرير الأطفال يعني. طيب. المهم جاء قال وشو هذا؟ قلت هذا أنا تورطت، ما عاد في أحد، ما في أحد يترجم لي وأنا ما أعرف إنجليش. قلت هذا حق طفل صغير. قال وش تقول يعني؟ ما فهم. قلت هذا حق طفل صغير تحطه هم وتسوي بكذا. المهم مات من الضحك. جاء واحد وصورني سبحان الله ونزله في الشو وضرب سبحان الله ذاك المقطع. واخذ معه اشتراه يعني، خذاه ورجع سويت الدعايه واشتراه. لا ما شراه، رجع ثاني مره وشراه من بكره. الارجنتين هذا كبير في السن والله ورجع من بكره وشراه صراحه وانبسط. طب وانت يا ابو ردح علمنا بموقف كذا. انا موقف انا كنت انا مشغل السياح جاية مسايح مشغل مايكل جاكسون. وصراحه انا ما توقعت تفاعلت مع الاغنيه وبدت ترقص. وليش انت رحت لمايكل جاكسون؟ لازم السياح، لان السياح نعطيهم لازم. لان هي طلبت نفسها، لان طلبت نفسها يوم شافت الاسطوانات الاجنبيه وشافت مايكل جاكسون قالت أشرت عليه قالت شغل هذا، تفاعلت مع الأغنية حتى والله ضربت ترند الأغنية ما شاء الله. طيب أنتوا هذه الأشياء تبيعونها ولا تستخدمون فيها؟ يعني تبيعها يعني هذا قيمته يعني على نظافته هذا يسوى 2000-2005. والله وهذا يسوى 2000 على حجر. شوف الأسطوانة هذه أغلى من البكم. هذه اسطوانه نادره، هذه البشير حمد الأسطوانات ذي نوادر الشعبية. كم؟ هذه توصل حدود الـ2000. الله. هي الأسطوانة الشعبية الأصل، خاصة بشير بن سعيد عيسى طاهر عليهم إقبال. طب وهذا بكم اشتريتوه أصلا؟ كم؟ هذا أنا أخذته بـ1005. يعني أخذته من واحد نعرفه، لو واحد غيره قال يا أبو ردح بـ2000-2005، بس على الرجال قال عشانك من أخويانا أعطيني إياه بـ1005. لأنه ثلاثة في واحد هو هذا. ومن أي سنة هو ذا؟ هذا يعني يجي يمكن هذا أقدم منه، بعدين جاء هذا. يعني هذا يمكن بالثمانينات بالسبعينات. طيب وبالنسبة للألعاب القديمة إيه؟ وش في بعد عندك ألعاب؟ لا الألعاب ما جبت ألعاب قديمة، لكن عندي هذه الصحفة، هذه يسمونها الصحفة، هذه الصحفة إيه هذه إحنا نقول لها في جنوب الصحفة. أيوة هو نفسها إيه؟ نفسها إيه؟ هذه يحطون فيها العصيد إيه؟ قبل طبعا الصحون، الحين ما شاء الله الصحون متوفرة كثير، وقبل الحافظات هذه يحطون فيها الأكل ويأكلون فيها. طبعا قديمة هذه عمرها وبردح يمكن لو كم عمرها يبردح والله يمكن بالستينات. هذه قديمة جدا طبعا من الأثل، هذه من الأثل. ما عاد في منها الحين؟ لا ما عاد في مثلها، هذه ليش ما عاد تصنع جديد؟ لأن الأثل ما له وقت، له وقت قطعه. نعم
قطعة الأثل له الأثل مرغوب يعني عند الناس لأن هذا أثل شوفي هذا شوفي حتى شوفي الأثل شلون اللي هو النبات قصدك لا شجرة إيه شوفي شلون حتى لو مسلوخة إيه صح شوفي شلون هنا يعني عبروا نعم إيه وزينة أنه مسلوم وترى هذا الزين وليش نحط مسمار هنا ليش نحط مسمار ليه تحط مسمار وش السبب أن نحط السبب؟ مسمار في الجلد ونحط هنا عشان ما تجي الدودة هذه تأكل الخشب الخشب أو الجلد يعطيكم العافية.